يا مساء السعادة، يا مساء الجمال، أخباركم إيه؟ يا رب نكون كلنا بخير. بما إني داخلين على رمضان فحب أعمل لكم سلطة حلوة جدا، سريعة جدا، مميزة، إن شاء الله تعجبكم. ما بتاخدش وقت، وحاجات مكونات من البيت، ولو حابة تحط لها إضافات هقول لك إيه الإضافات لو متاح عندك والإمكانية متاحة إنك تزودي إضافات. السلطة دي بتتقدم مع إيه؟ مع مشويات، مع أكل عادي جدا، مع رز بسمتي، مع مكرونات، بتقدم مع حاجات كتير جدا. بس هي أنا النهاردة عاملاها للمشويات والكبدة والقلب والحاجات الحلوة والحواوشي، تبقى حلوه قوي جدا كمان في رمضان. بما ان احنا داخلين على رمضان قلت ما اعملها لكم. تمام، هنا عندي الخضار بتاعي عادي جدا اللي انا بستخدمه في السلطه. تمام، هنا عندي بصل متقطع. فكره السلطه دي ان هي بتتقطع زي السلطه البلدي كبير، ماشي، شرايح اهي كبيره. وهنا كزبره وشبت طبعا مغسول حلو جدا ومتصفي، وخدي بالك من غسيله حلو جدا. وفلفل هنا متقطع قطع كبيره، والخيار متقطع قطع كبيره، وهنا الكرنب البنفسجي. تمام، ولو عندك كوبتش حطي برضو. وهنا الطماطم متقطعه مكعبات كبيره، ممكن هنا تزودي فلفل الوان، ممكن تزودي جزر، ممكن تزودي فول اخضر، تزودي اي خضار، اي خضار للسلطه، اي خضار انت عايزاه. ممكن تحطي كرنب، ممكن تحطي بروكلي، ممكن تحطي قرنبيط، اللي انت عايزاه وبتحبيه في السلطه حطيه في السلطه دي. تمام، انا حابه ده فهعمل ده. عندي هنا زيت زيتون، تمام، معلقتين كبار زيت زيتون. هنا عندي ملح طبعا حسب رغبتك، عندي ربع معلقه كاري، ربع معلقه فلفل اسود، حاجه بسيطه جدا اقل من ربع معلقه شاي زعتر، احنا قلنا الزعتر بندخله في كل حاجه حتى في السلطات. وهنا حاجه بسيطه برضو سنه كمون. تمام، هنركن دول على جنب كده. عندي هنا معلقه مستردة كبيره، تمام، وهنا عندي معلقتين كبار خل، وعندي هنا عصره ليمونه كبيره. تمام اهي. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب بوله وهنحط شويه الخل وشويه الليمون. بصي انت ممكن تحطي الخضار وتحطي ايه الحاجات دي عليه، بس عشان تبقى كلها مع بعض ومتجانسه واخده من كل التتبيله اعملي بالظبط كده. لما بتحطي الاول الخضار وبعد كده تحطي عليه البهارات والزيوت والحاجات دي هتلاقي حاجه تلقط وحاجه ما تلقطش، لكن اعملي اللي انا بقول لك عليه ده هيلقط معاكي حلو جدا. ان انت حتى في اي تتبيله على فكره عودي نفسك ان انت تعملي التتبيله لوحدها في طبق لوحده. تمام، وبعد كده تحطي الفراخ او تحطي اي حاجه ايه انت هتتبليها. هنا عندي شويه البهارات، حته البهارات برده في السلطه دي زي ما انت عايزه، بس لو عملتي اللي انا بقول لك عليه ده تطلع حلوه جدا. اهو معلقتين كبار زيت زيتون، وهنقلب حلو قوي. بصوا لونها، عايزه اقول لكم الحته عامله ايه. ممكن نحط فص ثوم على فكره، وتحطي بصل اخضر اهو. نقلب بس حلو قوي كده، بصوا لونها خطير خطير. هنحط ايه بقى الخضار بتاعنا الجميل ده؟ احنا زي ما قلنا اي خضار انت عايزاه اهو، هننزل كله اهو. السلطه دي تتقطع كبير ما تتقطعش صغير، احنا قلنا حلو قوي مع المشويات ومع الكبده ومع القلب ومع الكلاوي ومع الفشه ومع الممبار. سلطه حلوه جدا مع المكرونه البشاميل، مع اي مكرونه عامه، مع النواشف ومع الحواوشي، حلو جدا. وعادي تنفع مع الطبيخ وتنفع مع الحاجات دي، بس انا بقول لك هي تنفع حلوه قوي، تنفع قوي حلوه قوي في رمضان. فانا قلت بما اني رمضان احنا داخلين على رمضان مش عايزه اقول لكم ريحتها، بصوا حتى لونها لونها حلو قوي. ممكن لو انت خايفه بس تجربي عشان الطعم، جربي فيه كميه بسيطه اهو، صدقيني هتعجبك جدا اهو. الصوص ده حلو قوي، هتاكلي الصوص ده قبل الخضار اهو. الطبق بتاعنا سلطه سريعه وممتعه حلوه جدا. نحط شويه خيار هناك كده، مش حاسه الخيار كله بين في ناحيه واحده اهو. مش عايزه اقول لكم على الريحه والطعم خطير. بصوا شكلها عامل ازاي، هصورها لكم عن قرب. بصوا عامله ازاي، حبيت بس اصور لكم عن قرب عشان تشوفوا شكلها عامل ازاي. بصوا لون وطعم وريحه واو. اشوفكم في فيديو اخر، باي باي.